الأسبوع اللي فات كنا اتكلمنا مع حضراتكم على الحوادث الأخيرة المتعلقة بالأجهزة المنزلية وخاصة الدفاية والسخان، واستعرضنا مع حضراتكم عدد من الحوادث الكتيرة اللي حصلت بسبب هذه الأجهزة. ولما حاولنا نتكلم مع متخصصين عرفنا أنه السبب الرئيسي دائما أو كلمة السر وراء كل هذه الحوادث في الغالب بتكون الصيانة. يعني إيه الصيانة؟ يعني أن الناس بتشتري بوتاجاز، ثلاجة، مش بس لازم كمان الدفايات والسخانات، لا ده حتى الماس الكهربائي اللي كثيرا بيحدث في عدد من المنازل بسبب نشتري غسالة، بنشتري ثلاجة، بيقعد فترات يمكن سنوات طويلة طالما الجهاز شغال، فاحنا بيكون عندنا اعتقاد بأنه زي الفل. طالما ثلاجة بتسقع الأكل والفرن بيسخن الأكل والدنيا تمام فالجهاز كده شغال، لكن اكتشفنا ان مش دي الحقيقة. انه حتى لو الجهاز شغال لكن الصيانة الدورية امر هام جدا جدا جدا، لانه لا قدر الله لما بيحصل عطل او بتحصل مشكلة ما بيكونش في انذار. يعني ده بيحصل مرة واحدة، وعلشان كده كتير بيتسبب في عدد من الحوادث. فلازم كل الأجهزة اللي بنستخدمها حتى المشترك اللي بنستخدمه ممكن تلاقيه مثلا موجود بقاله 30 سنة عادي جدا، طالما شغال فهو تمام. لا هو مش تمام. خلينا الأول بس نروح نسمع الناس قالت إيه على فكرة الصيانة، لأن إحنا كلنا الحقيقة مقصرين جدا جدا في القصة دي. وزي ما قلت ما فيش محطوط في التليفون عند حد اعرفه وحصل قفله ولع في الشقه. الفيشه بتاعت الشاحن ضربت قبل كده، ده عندنا في البيت. بصيت لقيت الغساله فجاه بتولع كهرباء من ورا. دفايه شغلاها ولقيت الفيشه ساحت، ولقيت ان الفولت اكتر اقل من الفولت بتاع الدفايه. سابت الدفايه شغاله وحصلت حريقه في الشقه. في القصادي الشقه القصادي دفايه كنا مشغلينها بالليل ونسيناها ان احنا نطفيها، وكان في الشتاء، فالدفايه مسكت في السجاده، وقعت مسكت في السجاده ولعت نص الاوضه. هو احنا ما بنعملش صيانه دوريه، بس لما يبقى في مشكله المفروض نبدا يعني نحلها قبل ما تتفاقم المشكله. لا لما بيحصل مشكله هضحك عليكي، لما بيحصل مشكلة الواحد يعني الغسالة باظت بجيب بتاع الغسالات يصلحها، حاجة حصلت في الكهرباء بجيب الكهرباء يعمل. أغلبية الوقت بنستنى لما الحاجة تبوظ وبنروح نجيب الصنايعي يعملها. أنا أوريدي بعمل كده صيانة دورية، كله صيانة دورية، وممكن آخد لو زي الهوفر مثلا آخده للمكان. لما الحاجة تبوظ لازم، لما الحاجة تبوظ نصلحها، غير كده ما بنفكرش إن إحنا نصلحها أو نعمل لها صيانة دورية. الأغلبية ما بيعملوهاش بصراحة، يعني أغلبية الناس كلها ما بتعملهاش. لا مش ما بنعملش صيانة دورية، بنستنى لما حاجة تبوظ وندور على حاجة حد يصلحها. يعني هو إجراءات السلامة الخاصة بالتكييفات وبالدفايات. الواحد يعمل إيه عشان الحاجة ديت ما يحصلش ماس كهرباء، ما يعرفش ما يحصلش مشكلة في السخان في الكهرباء في الكلام ده. إزاي أشتري أجهزة كهربائية تكون كويسة وأمينة ما فيهاش أي خطأ؟ كيفية وضع الأجهزة، يعني مثلا ممكن يقول لي الثلاجة مثلا تبقى مساحة كذا حواليها، السخان مثلا لو في المكان ده ممكن لو في المكان ده مش ممكن، يعني وضعية الأجهزة الأماكن الصحيحة ليها. اللحظات الطارئة مثلا لما يحصل ماس كهربائي في البيت نعمل إيه؟ مثلا واحد ما عندوش زرار اوتوماتيك ممكن ينزل الفيش، عايز اعرف استخدم المشترك جنب السرير من غير ما يعمل لي اي ماس كهربي في السرير. كيفيه المحافظه على الحاجه اللي عندي، احافظ عليها ازاي، ان كان موبايل ان كان اي شيء بيشتغل بالكهرباء، دفايه سخان غساله. انصحني ايه اللي اعمله يعني اللي يامني انا وجيراني والناس، لان ممكن شراره في اول دور تطلع على رابع دور وخامس دور، يعني فاهمه يعني مش حكايه مش متوقفه على بيت. زي ما شفنا في هذا التقرير يمكن هي يعني سيده فاضله واحده اللي اتكلمت وهي ملتزمه جدا بفكره الصيانه الدوريه لكل الاجهزه، لكن تقريبا باقي الضيوف كلهم اللي اتكلموا في التقرير يعني كلنا هذا الرجل اللي هو
محدش بيفكر يسأل على أي جهاز أو على أي حاجة إلا لما تحصل مشكلة. فأعتقد أن ده الأغلبية، كلنا تقريبا كده. في أسئلة كتيرة وأسئلة مهمة الحقيقة طرحت في هذا التقرير، خلينا كمان نطرحها على ضيفي اللي معايا عبر زوم، اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الحماية المدنية الأسبق. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. الطبيعي عند الناس كلها او عند ناس كتير الحقيقه الاغلبيه فكره انه ما عندناش ثقافه الصيانه. طب ما هو جهاز شغال، طب ما هي الغساله بتغسل، الثلاجه شغاله، كل الاجهزه اللي في البيت ما فيهاش حاجه. فكره الصيانه او ثقافه الصيانه مش موجوده عندنا. قد ايه ده ممكن يكون مكلف او بيتسبب في حوادث من غير ما نعرف؟ هو في حاجتين يا فندم. انا اشتريت معده جديده، في كتاب صغير كده بيتباع مع التلاجة أو السخان أو الجهاز اللي أنا اشتريته، يا ريت أتصفحه وهعرف منه إيه إجراءات الصيانة اللي أنا المفروض أقوم بيها على هذا الجهاز. دي رقم واحد. رقم اتنين وهي الأهم يا فندم، إن إحنا نعهد بأعمال الصيانة للمتخصصين. ما جيبش واحد ملوش علاقه بيه السخانات او البوتاجازات او غيره واقول له انا تعالى اعمل لي الصيانه. الفكره ان العامل اللي هو بيعمل كل حاجه صيانه لجميع الاجهزه دي فكره خاطئه. لا، لازم احد بالصيانه للمتخصصين. طيب، في سؤال اتطرح في التقرير السابق وسؤال مهم جدا جدا، في فكرة أماكن وضع الأجهزة. يعني في ناس ما تعرفش مثلا أو بتعمل الخطأ ده، فكرة أنه التلاجة بتكون قريبة بشكل كبير من الحيطة وده ممكن يتسبب في مشاكل، أو مثلا الدفاية اللي بالكهرباء ممكن تبقى متواجدة مثلا جنب مكان ممكن ده يسهل أو لا قدر الله يعمل اشتعال حريق أو البوتاجاز وهكذا. هل في نصايح حضرتك ممكن توجهها لكل الناس اللي بتسمع على فكرة تواجد الصحيح والسليم والآمن للأجهزة الكهربائية في المنزل؟ بالنسبة للتلاجات، بالنسبة للأجهزة اللي بتشتغل بالغاز الطبيعي، ده مبدئيا شركة الغاز الطبيعي بتنقي المكان المناسب للأجهزة اللي بتشتغل بيه الأجهزة بالغاز الطبيعي. ده بادئ ببدء. طب أنا هشغل الأجهزة بتاعتي من غير غاز طبيعي، هستخدم الأنبوبة اللي هي منقولة. بالنسبه للثلاجات، نمره واحد بنبعدها عن الحائط بقدر حوالي 15 سم او 10 سم بقدر الامكان، بحيث ان يعمل عمليه تهويه للموتور بتاع الغساله بتاع الثلاجه. طب انا اعرف ازاي اذا كانت يعني المسافه دي مناسبه ولا مش مناسبه؟ بالراحه جدا بحط ايدي ورا الثلاجه، ما بين الفاصل ما بين الثلاجه وما بين الحائط بحط ايدي. لقيت صهد طالع كتير يبقى التهويه ضعيفه، يبقى ببعد الثلاجة. لو لقيت لا ما فيش صهد وان درجة الحرارة مناسبة، يبقى انا كده وضع الثلاجة مظبوط. بالنسبة لموضوع الدفايات، ده موضوع يعني الاكثر خطورة او اكثر يعني مجال خطر فيه كبير، ان احنا بنقرب الدفايات يا فندم من المفروشات اللي موجودة. بنجد ان واحد قاعد على كنبه وحاطط الدفايه جنبيه. طب ما الدفايه زي ما هي بتدفيك زي ما بتسخن الكنبه اللي انت قاعد عليها او السرير اللي انت نايم عليه. بنخشى ما نخشاه ان درجه الحراره تزيد في الدفايه لدرجه انها تؤدي الى حدوث اشتعال. حاجه مهمه جدا يا فندم، انه يعني مهمه جدا جدا جدا، ما نعملش احكام قفل للمكان اللي فيه الدفايات بكافه انواعها. لازم يكون في تجديد للهواء داخل الحجره اللي فيها الدفايه. دي حاجه مهمه جدا، لانه في الايام اللي كان فيها برد شديد الناس بتبقى قافله الاوض ومشغله الدفايه، ايا كان بقى الحجم او سعه الدفايه، وطبعا الشبابيك كلها مقفله وعندها اعتقاد بانه بس هو بيسخن الهواء، لكن ده كمان فيه خطر. في خطر انه بيستهلك الاكسجين اللي موجود داخل الحجره، بيؤدي ان الاوضه نفسها بتسخن، بتبقى مهيئه لحدوث حريق من مستصغر الشرب يعني. دي معلومه مهمه. في اي شراره طالعه من اي موبايل من اي يعني، هتبقى الحجره نفسها كلها مهيئه لحدوث حريق. حاجه كمان برضه لازم يكون في اتفضل يا فندم. لا اتفضل. لازم يا فندم يكون في منفذ تهويه
بجدد الهواء داخل الحجر، لازم ما اقفلش كل البيبان كل الشبابيك كل المكان ويبقى فيه احكام قفل، لا لازم اسيب باب موارب شويه جدد الهواء داخل المكان. طيب في برضو من الاسئله اللي اتسالت وهو حاجه مهمه ودي غلطه بنعملها كلنا، فكره انه المشترك الناس بتبقى نايمه جنبها المشترك سواء على الكومود او حتى بيبقى قريب جدا جدا مكان النوم وبيكون فيه كل حاجه مشحونه مثلا اذا كان موبايل او لابتوب او كل الاجهزه الحديثه اللي الواحد ممكن يكون بيستخدمها، هل ده شيء صحي انه يكون المشترك موجود بقرب من الفراش او بقرب من بعض الاجهزه الثانيه؟ وكمان عايز اسال حضرتك على هل المشترك نفسه ليه فتره صلاحيه ومحتاج صيانه ولا فتره والمفروض يعني نشتري؟ نجاوب على الجزء الثاني اللي هو المشترك بتاعي صالح للعمل ولا مش صالح للعمل وكفاءته زي ما هي ولا في اختبار بسيط جدا جدا بنعمله، ان انا عندي المشترك مشغله وحاطط عليه الاجهزه في حاله تشغيل وبلمس المشترك بايدي بالراحه، بلمس المشترك كده بايدي والله لقيت درجه حرارته عاديه يبقى المشترك لسه فعال ولسه شغال، لقيت انه درجه الحراره بتاعه المشترك لا ابتدى يعلى درجه الحراره بتاعه وابتدى يسخن، لا يبقى كفاءه المشترك ابتدت تقل ممكن يعرضنا الى درجات خطوره. يعني حتى المشترك نفسه اللي احنا بنتعامل معاه ان هو يعني حتى لا يعامل معامله ان هو جهاز كهربائي، يعني بيعامل معامله من اخطر الاجهزه اللي موجوده في البيت ومن اخطر الحرائق اللي كانت بتحصل يا فندم من المشترك، لانه بنحط عده اجهزه ممكن الاجهزه دي تكون بتستهلك كميه كهرباء كتيره بتؤدي الى سخونه المشترك، يبتدي بدايه شراره هو محطوط على كومودينو محطوط جنب ستاره في اي مكان يبتدي بدايه حريقه ممكن يؤدي الى حدوث حريقه. طيب فحضرتك بتنصح انه اول ما الناس تلاقي انه في ارتفاع في درجه حراره المشترك لازم يتغير لان ده بقى ملوش صيانه بتاعي. ملوش صيانه ده يتغير. طب انا هشتري بقى مشترك جديد من فضلك اشتري مشترك يكون من شركه معتمده ليها سجل تجاري من شركه محترمه ليها اسم تجاري، ما تحاولش تجيب مشترك وتستار فاست تجيبه من على الرصيف بالظبط لانه يعني ممكن يكلف الواحد حياته لا قدر الله. تمام يا فندم بشكرك اللواء ممدوح. اتفضل يا فندم. معلش النص دي يا فندم. بالنسبه للدفايات الكهرباء لازم اتاكد ان الفيشه اللي هحط فيها الدفايه الكهرباء ان السلك اللي جواها يتحمل كميه الكهرباء اللي هسخن بيها. من المشاكل الرئيسيه يا فندم ان بيبقى السلك نفسه اللي جوه الحيط اللي باخد منه المصدر التيار الكهربائي بيبقى ضعيف، ده اللي بيؤدي لحدوث شرخ وبيؤدي الى حدوث الحرائق. لواء ممدوح عبد القادر مدير الحمايه المدنيه الاسبق، شكرا جزيلا لحضرتك.